النهارده هنعمل سمبوسك بالسيفود. سمبوسك بالسيفود دي جديده خالص، طعمها حلو قوي. شوفوا مقادير العجينه وبعد كده شوفوا الحشوه وبعد كده شوفوا هنعملها ازاي. اول حاجه العجينه، 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق وعدد 2 بيضه ورشه ملح ورشه بيكنج باودر ومعلقتين زيت وشويه ميه لاتمام العجين. تاني المقادير، عندنا 3 كوبايات من الدقيق، عندنا كمان عدد 2 بيضه ورشه ملح ورشه بيكنج باودر ومعلقتين زيت وميه لاتمام العجين. الحشوه بقى، ربع كيلو من الجمبري وربع كيلو من السمك الفيليه وربع كيلو من الكالاماري ومعلقتين جنزبيل اخضر مفروم وبصلايه ومعلقتين كزبره خضراء. تاني الحشوه، ربع كيلو من الجمبري اهو وربع كيلو من السمك الفيليه وربع كيلو من معلش يا عمده، ربع كيلو من الجمبري وربع كيلو من السمك الفيليه وربع كيلو من الكالاماري ومعلقتين جنزبيل اخضر وعندنا كمان بصلايه ومعلقتين كزبره خضراء. تعالوا مع بعض نشتغل ونوريكم هنعمل ايه. اول حاجه هنروح على العجان بتاعنا ونرفع ونشغل، اصل كان في 3 اسلحه هنا، ده للعجين. العجين اللي هو ايه بقى اهو شايفين، ده للعجن، العجن المخبوزات، للعجن الحاجات اللي فيها زي ما بنقول العيش بتاعنا او التوست او كده. اللي جنبه الكف ده لايه بقى؟ للحاجات التانية المختلفة اللي هي الحاجات اللي فيها ترط، الحاجات اللي فيها زبدة، للبتيفور، للبسكويت. أما المضرب أهو بالمرة أهو، ده بقى للخفق، ده اللي يعمل الفوليوم اللي احنا بنحتاجه دايما. عشان كده أنا بتسأل السؤال ده كتير جدا فقلت أجاوب عليه على طول دلوقتي. هنحط مع السلاح بتاع العجن وعدد الاتنين بيضة وبعدين شوية الزيت، معلقتين الزيت أهم، ونحط شوية الملح برضو، شوية رشة ملح ورشة من البيكنج باودر، وبعدين نكمل العجن مع بعض لغاية ما العجينة تلم. وطبعا كالعادة لازم العجينة ترتاح، زي ما بقول لكم العجينة لازم ترتاح. أنا ما حطيتش لغاية دلوقتي مية، أما تلم معايا العجينة شوية هنخليها نزود المية بتاعتنا أهو. شايفين هسيبها تزود لغايه ما تلم معايا العجينه شويه وبعد كده هحط لها الميه، هتبقى معايا بالشكل ده اهي. لازم ترتاح معانا شويه، هنفردها دلوقتي اهي. شايفين انا مغطينها، حاطينها بوله العجينه كده صح الصح. نيجي بقى في الحاجه الثانيه، هنجيب بوله ثانيه علشان خاطر نقلب مع بعض، يعني ترتاح بتاع نص ساعه مش اكتر من كده يعني. لا ده تبقى تعبانه قوي. اصل عماد بيقول لي ترتاح 24 ساعه، لا دي تبقى جايه من مشوار كبير بقى وكده وتعبانه. لا العجينه ترتاح من نص ساعه لساعه، العجينه اي عجينه ترتاح من نص ساعه لساعه. هنا الجمبري مع السمك مع الكلاماري كله مع بعض اهو، عليه الجنزبيل وعليه الكزبره الخضراء وعليه البصل كله حطيناه مع بعض، وبعدين هنزود عليه شويه ملح وفلفل فقط، شوية ملح وشوية فلفل، وناخد كده الخليط ده كده نقلبه ونفرمه في المفرمة بتاعتنا اهو. يا مدام وفاء، الو الو يا مدام وفاء، تقريبا الخط قطع، حاولي تكلمينا تاني واحنا منتظرين تليفون حضرتك. هنحط كل الخليط مرة واحدة ونشغل المفرمة، والصوت بقى اهو شايفين. كان امبارح جالي سؤال عن كفتة الجمبري. كفتة الجمبري احنا بنجيب البصل مع شوية من الثوم مع دقيق رز مع الجمبري وشوية كزبرة كله مع بعضه، بنفرمه بالمفرمة زي ما احنا بنفرم كده، وبعد كده بصبعه وانزله في الدقيق اهو. ثانية واحدة حاضر، عشان بس صوت المكنة نقدر نسمع. مدام وفاء جت معانا تاني اهو. خلاص الخليط بتاعنا دلوقتي، خلاص يا مدام وفاء. الو يا مدام وفاء. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي يا فندم.
من فضلك كنت عايز اعرف كفته داوود باشا. حاضر من عينيا. حاجه ثانيه؟ كتر خيرك، شكرا. هقول لك عليها حالا دلوقتي يا مدام وفاء. الخليط عندي اهو. بشكرك يا مدام وفاء على اتصالك. هناخد بس نمسح. ليه بقى؟ لان في هنا كزبره نزلت معانا، لو جت على العجين هتخلي عليها يعني هتلزق في العجين، فاحنا بنمسح المكان خالص وبعدين نرش رش الدقيق وناخد على طول العجينه كده وهي مرتاحه ونرش عليها رش الدقيق من فوق ونفرد. يا مدام وفاء بصي حضرتك، داوود باشا هي لحمه مفرومه حمراء عليها بصل وعليها شويه من البقدونس وعليها كمان شويه بهارات وملح وفلفل وكمون، وبعملها كور صغيره واحمرها في الزيت الاول، وهي بتتحمر في الزيت بقوم نازل عليها ببصلايه صغيره وفصين ثوم مفرومين، فصين ثوم مفرومين، واشوحها تاني وانزل عليها بنص لتر من عصير الطماطم، عصير الطماطم ومعلقتين صلصه طماطم. في ناس بتحبها لونها براون شويه، لونها بني، بيحطوا لها معلقتين صويا صوص عليها، تبقى معايا احلى كفته داوود باشا بتتاكل. حاضر ان شاء الله قريب. عماد بيقول لي نفسي اكلها، فقلت له حاضر من هنيا نعملها عشان خاطرك وعشان خاطر مدام وفاء ان شاء الله قريب، بس بعد العيد بقى، لان احنا عندنا المنيو بتاع العيد بقى جاهز، فان شاء الله بعد العيد. شايفين العجينه عشان زي ما بقول دايما اما بترتاح معايا بتتفرد سهله ازاي؟ اهو في عندي بقى، لو انتوا عايزين عشان تعرفوا بس التقنيه الحديثه الموجوده، تركبوا هنا مكنه زي بتاعه الادوسيه بتفرد معاكم العجينه بمنتهى السهوله. انا هبقى ان شاء الله نعمل بيها انواع مكرونات قريبا. ممكن اشغلها مفيش مشكله. حاضر. هو عماد حاضر. عماد قال لي طب ما توريها لنا، قلت له حاضر من عينيا. فين ال هنا؟ حاضر. احنا عندنا دي تركب هنا، نخلع دي كده، نحط دي كده. لازم نرفع. لا لا خالص خالص، لازم عارفين عمليه الرفع اللي انا رفعتها دي ليه؟ عشان لو المكنه دي الجهاز الجديد ده بيفصل اوتوماتيك، يبقى كده بيأمن اللي بيشتغل عليه. خلاص احنا حطينا اهو، ونيجي نقطع. انا هشتغل لك عليها ما تقلقش. حاضر عينينا اهو. نقطع قطعه كده ونشغل. شايفين؟ تفرد معايا العجينه زي الفل. كل حاجه يعني هم، بص عايز اقول لكم حاجه، يعني الستات اليومين دول بصراحه بقت مرفهه قوي يا عمده. بتكلم جد والله، يعني شوف كل حاجه عندهم امكانياتهم متاحه. شايفين اهو. ممكن بقى عايزينها اسرع نزود السرعه اسرع اهو. يا مدام فايزه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بحضرتك. ربنا يديك الصحة ويبارك فيك. يا رب يخليك يا رب. بقول لو سمحت يا شيف ياسر، أنا عايزة مقادير الفايش إن شاء الله يخليك. الفايش؟ أيوه. حاضر من عينيا. حاضر. حاجة تانية؟ عايزة المقادير بتاعته، لأن عملته كذا مرة ما نجحش معايا خالص. لا حاضر، ده احنا نعمله قريب إن شاء الله. حاضر. نعمله لحضرتك عملي؟ ربنا يديك الصحة ويبارك فيك. حاضر. متشكرة جدا قوي يا شيف ياسر. حاجة تانية؟ لا ربنا يخليك ويبارك فيك. تحت أمرك، وإن شاء الله نقول لك على المقادير ونعمله مع بعض إن شاء الله. قريبا ان شاء الله. شايفين بقى اهو، هنزل لكم مقادير الفايش دلوقتي على الهوا وان شاء الله نعمله قريب يعني، واحنا بنفرد مع بعض. عايزين نزود السرعه، نزود السرعه. شايفين؟ بناخد بس المقاسات، بندقق كويس قوي يعني. انا عايز اقول لكم بدل ما بقعد اتعب دراعي في الفرد اهو، دي اسهل بكتير طبعا. كمان دي، وبعدين نضيق هنا المسافات ان شاء الله قريب قوي. نعمل مكرونه هنا، مجموعه مكرونات بس بعد العيد برضو، اخر واحده بقى دي اخر مرحله. شايفين؟ ونحط دي كده. شايفين بقى؟ وناخد بعد كده. الله ينور يا عمده، الله يكرمك والله. يعني مش عارف اقول بقى، الناس الجمال بتوعنا مصورين ومخرجين وناس اعداد واداره قناه رائعه بصراحه، الواحد مش عارف يديها حقها اهو. مقادير الفايش احنا بنجيب ربع
كيلو وربع من الدقيق، كيلو وربع من الدقيق، وربع كيلو سمنه، ومعلقه كركم. الحاجات كانت نازله دلوقتي قدامكم، هنقولها تاني اهو. ربع كيلو من الدقيق، وكيلو ربع من كيلو ربع من الدقيق، وربع كيلو من السمنه، ومعلقه كركم، ومعلقه محلب ناعم، ونص لتر لبن، وشويه ملح. اما العجينه الخميره، الخميره انا بجيب حمص او فول، فول متشوش اللي هو فول بتاع الطعميه، وانقعه مع ربع كيلو، يعني مثلا نص كوبايه فول او نص كوبايه حمص مع ربع كيلو من اللبن الدافي، واقوم قافله في البطرمان وحطه في حته ضلمه في المطبخ ليله كامله. ابص الاقي تاني يوم الصبح مرغي، اخده بقى احطه على الكيلو ربع الدقيق، وازود ميه لغايه ما تلم معايا العجينه، يبقى عندي الفايش كده بالهنا والشفا. اهو شوفوا بقى، مش، لا مش فول، دي خميره طبيعيه، مش خميره بتاعت الخميره البيره ولا الخميره الثانيه اللي هي الفوريه، لا دي خميره طبيعيه اهو. ده الف هنا. خلاص انا بقطع بالقطاعه بتاعتي بعد ما اتفرد معايا العجينه بالطريقه اللي انا عايزها، والعجينه عشان مرتاحه اتفردت معايا. بصوا بقى انا قطعت، بقوم شايل الزيادات بالراحه خالص، واخدها المها تاني، المها تاني، وارجع افردها تاني. شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي؟ هناخد فرشه، ده اهم حاجه في الموضوع ده، فرشه ونبلها ميه كده، وندهن الفطاير بتاعتي كده اهو. ليه بقى؟ علشان خاطر اما اجي اقفلها تتقفل معايا، لان انا فارد مع الدقيق، فارد مع دقيق. وناخد الخليط بتاعنا اللي هو فيه سمك وكلاماري وجمبري وبقدونس وبصل وملح وفلفل، كزبره اسف، ناخد شويه كده زي ما هو نايم، نحطهم هنا. انتوا عارفين ان السيفود ما بياخدش وقت خالص في التسويه، يعني بال ما الخبز بتاعنا او العجينه بتاعتنا تستوي يكون السمك بتاعنا استوى معانا. انا بقفل اهو خلاص، عشان كده على بال ما نعمل شويه ونحمرهم. هنستاذنكم ان شاء الله، هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنعمل مع بعض فليه بصوص المشروم والفلفل زي ما انطلب مننا. ان شاء الله يا رب نكون بنحقق وبنلبي رغباتكم كلكم، وتكونوا مستمتعين معانا. انتظرونا بعد الفاصل عشان نشوف شكل السمبوسك بتاعتنا، وكمان نشوف الفليه بعد الفاصل.